السلام <applause> اصدقائي كنتمنى تكونوا بخير ودوزتوا نهار زوين مرحبا بكم في فلوق جديد اليوم غنهضروا على شنو هو الفرق ما بين لا الكترونيك ولا ليوماج ا روبتور ولا فيس بلاتيني باش نشرح لكم روبتور و فيس بلاتيني في الاول كان الفيس بلاتيني من بعد نوفيل جينيراسيون الناس بداو كيعيطوا له ليوماج روبتور ولا روبتور دونك روبتور ا أه فيس بلاتيني راه بحال بحال الفرق اللي غنهضروا عليه هو شنو الفرق ما بين الفيس بلاتيني و الالكترونيك دونك تتبعوا معايا غنعطيكم لي ديتاي ديال لي لي ديتاي ديال لي بون انا, بو. أنا حطيت لكم هنا جوج ماتر بلي مانيتيك ديالهم هذا فيس بلاتيني وعنده فولومانيتيك ديالو وبوبينه ديالو او طونسيون هذا عنده عنده مانيتيك ديالو الكترونيك وعنده سي دي اي تي بوبين الكترونيك الفرق راه كاين بزاف ديال الفرق حتى حاجه مش خدم من هادشي الشيء الشيء كذلك هذا الشيء لهذا الشيء غتقول لي دابا هو الفرق ما بين هاد الجوج هذا الكترونيك وهذا ميكانيك اشنا هي هذا الكترونيك وهذا ميكانيك هذا فاش كتكون الفولومانيتيك كدور ما كتحك حتى شي حاجه يعني حتى حاجه ما كتقيس حتى شي حاجه كيف هاد ما قلت كتخص... لكم هذا الفولومانيتيك ديما كتخ عنده واحد لو شومانيتيك يعني كتختار علينا الضوء اترافير فاش كدور على هاد لي بوبين هادو كذلك هذه هاد. الوغ كونتراير لهذا مع هذا هذا فاش كيبغي يخدم عنده واحد لاكام هاي هاد لاكام هذه كيف كتشوفوا عنده واحد الشكل هو ماشي دائري هو كيوصل لواحد البلاصه هنايا وكيتهز فاش كيتهز كيحل لنا هذه هاد, 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 هاد لافيس بلاتيني اللي كتنتج لنا الطاقه الطاقه فاش كتنتجها البوبينه كتمشي الكوندنساتور الكوندونساتور هو الشاحن ولا بطارية بحال البطارية ديال التيليفون بطارية, دي بطارية. بحال البطارية ديال التيليفون هادي حجرة من الاخر حجرة بحال ديال التيليفون بحال الباتري ديال التيليفون كيشد لينا ديك الطاقة اللي نتجو لينا هاد لي بوبين كيخبع علينا هنايا من بعد كيعطيها لينا ال... الخيط اللي خارج من 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 الموتور دونك اشاك فوا كدور هادي انا نوريكم لاحظوا هنايا لاحظوا هنا اشاك فوق كي دور الفيل بروكا كي تحلو كيف كتلاحظ دونك هنايا عندنا ان سيستيم ميكانيك يعني واحد حاجة كتدور واحد حاجة باش كتخدم او كونتخير الالكترونيك حتى حاجة ما كتقاس تا شي حاجة كيني اللي بوبين هنايا كيف هنا كيني اللي بوبين نفس الحاجة والفرق اللي كين هو هذا فيه فيه باتري هنايا هذا ما فيش باتري هذا فيه فيس بلاتيني هذا فيه كابتور كابتور اشنا هو كابتور هو كي لينا هذاك حيت دابا باش باش حيت البيستون عنده واحد التوقيت ايمتا خاص يطرى الاحتراق ايمتا خاص تطلق لينا البوجي يشعل حيت هذا الشيء كامل عنده علاقه مع الضوء عنده علاقه مع البوجي دونك البوجي خاصو يدير هذيك الشراره ديالو لوقيته اللي يكون البيستون طالع هنا الفوق هنا طالع بوزيسيون بوان مور او كذلك فاش يكون هنا طالع يعني يمشي كتطلق لنا الضوء الوقيته اللي البيستون طلع للفوق كذلك هنا هذا الكابتور هذا الخدمه ديالو هو كي, كي تلق... عندو سينيال عنده قول... واحد ل... ل... لو سينيال كيقول كيقول لي بومين طلقوا لي الضوء لا بوبين الوقيته اللي يعني الخدمه ديالو هو السينيال كي بحال السينيال ديال الطوموبيل كنحاول نبسط لكم داكشي باش تفهموه بسيط بلا ما نكومبليكيو وليح... لي شوز دونك كيف قلت لكم الفرق اللي كاين هو لي بوبين باتري ما فيش باتري كابتر فيس بلاتيني ستيل قديم نوفيل جينيراسيون هادشي قديم وهادشي جديد دابا غندوزو الفولومانيتيك الفولومانيتيك ديال الالكترونيك كتكون خارجه من هنايا ولكن عندها نفس الخدمه وفيها واحد لي زيمو ها هما كيبان لك الطروفه ديالهم هما العيار عيار كيف هادي فعيار عيار هادي فخ خيط واحد يعني هاد الخيوط كاملين اللي كيتجمعوا هنايا كيخرج لنا خيط واحد ع وحده اللي هادي وحده اللي ديال ديال البوجي وحده ديال الضو هذيك ديال الضو ها هو الخيط ديالها بوحدو وديال البوجي ها هو الخيط ديالها بوحدو يعني هادي خارج منا خيط واحد هاد الخيط هذا كيدخل في البوبين هاد البوبينه اشنو هي الخدمه ديالها هي ديك الطاقه اللي جات لينا هادي اللي كتكون حنا مثلا ان فولت حنا مثلا 1 فولت هادي شنو كدير كتحول لينا الطاقه للكشر يعني كتكونفيرتيها يعني كتسمى بوبين او طونسيون يعني من واحد الطاقه صغيره كتولي طاقه كبيره هادي كتكونفيرتيها يعني كتحولها كذلك هذا الالكترونيك فيه عود واحد خيط واحد هادي فيها ثلاثه كذلك هنايا البوبينه ديالها كتسمى سي دي اي الكترونيك كتكون مجهده و وهنا فين كيركب البوشي حيت ملي كنقول لا لوماج لا لوماج راه عنده علاقه مع البوشي مع الضو كيف عارفين الاحتراق خصو يطرا فاش يكون بيستون طالع الفوق وكذلك الفولومانيتيك راه ما عندها حتى شي علاقه مع هذه دابا غتقولوا لي باش هذه احسن من هذه وباش هذه احسن من هذه ولا نقولوا شنو هما المؤيدات والسلبيات يعني البرو الكونز بوزيتيف نيجاتيف نبدا لكم مع الفيس بلاتينيك وندوزو للالكترونيك بالنسبه للفيز بلاتيني عنده بزاف ديال السلبيات وشويه ديال الايجابيات وبالنسبه للالكترونيك عنده بزاف ديال الايجابيات وعنده شي السلبيات دونك كيف ما قلنا غنبداو بالفيز بلاتيني بالنسبه لو سيستيم اغوبتور ولا سيستيم فيز بلاتيني اللي هو هذا الفيز بلاتيني ولكن هذا السيستيم كامل هادشي كامل كيتسمى سيستيم فيز بلاتيني اوكي okay. دونك بالنسبه لهذا الشيء موجود هذه موجوده هذه موجوده والثمن ديالهم كيكون كي رخيص وفي ما مشيتي غتلقاه وساهل في الخدمه ديال هذا الشيء الايجابيات ديال النيجاتيف ديالها هو حيت كيف قلت لكم هذه ميكانيك فاش كدور كاين واحد الاحتكاك كاين واحد الفخوطمون ماشي حتى ما شي حاجه ما كتبقاش شي حاجه شي حاجه فاش كتقاس شي حاجه كتستهل كتؤزي يعني كتكالم على الوقت وكتكون عندها واحد المده ديال الحياه ديالها قصيره وحاجه اخرى هو كتكون قابله للاستهلاك والبيرفورمانس مع الوقت قد ما كيتحكوا هاد لي فيس بلاتيني قد ما الطاقه ديالها كتبقى غادا وكتنقص كتنقص يعني كتنقص لك من لي بيرفورمانس ديال الموتور وكديريغلا كتديريغلا بزاف يعني ما كتبقاش ماشي ستابل ماشي واحد الحاجه اللي هي كتبقى ثابته ولا مشات تفزقات ودخل لها الماء كت كت كترون وكوفاء بزاف ديال الكونز هذا دي الشيء اللي بغيت نقول لكم على الـ على الفيس بلاتينو كتطلب بزاف ديال المانتونوس يعني خصك ماشي ديما ماشي معيقه يعني ديما ولكن كتطلب المانتونوس خصك مره مره شحال تشوف اشنا هو ياك ما كاينش مشكل هادي هادي فهمتو دونك هادو هو الكونز ولا النيجاتيف ولا السلبيات ديال الفيس بلاتيني دابا غندوزو للالكترونيك سيستم الكترونيك نبداو بالايجابيات ايجابيات, إيجابيات ديال سيستيم الكترونيك اللي هو ثابت ولا نقولو ستابل ما بزاف ديال المينتونس ما كيحتاجش دير لي اونتروتيان داكشي بسيط وباين ما, ما عندك ما دير فيه ما عندك ما تريقل فيه كيكون مزيان وفي الشعله سميتو يعني الا دخل ليه الماء ولا شي حاجه هي من الاحسن حتى واحد ما يدخل ليه الماء ولكن هذا الا مشى تقاسوا الماء هاد البلاصه اللي كدير الفيس بلاتيني كدير التقاس بالماء مشكله غير يدير اللي كتغير لي الكلوبان او كونترير ليكترونيك كيف قلت لكم ثابت وماكيحتاجش المانتينونس بزاف ومده الحياه ديالو كتكون طويله حيت ماكاين حتى شي حاجه كتحك بحال الميكانيك اللي هو الفيس بلاتيني هذا الكترونيك حاجه اخرى هي فاش كتخرج لينا هاد الخيوطه هذوك تدخل لينا الطاقه لي بوبين كتخرج من البوبينه او الطونسيون كتخرج للبوجي الموتور كيحتاج باش 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 يحرق مزيان كيحتاج اونيتانسيل ولا شراره تكون مجهده الالكترونيك واعر فهاد القضيه عنده اونيتانسيل شراره كتكون حاره وكبيره ومجهده وهذا الشيء اللي زوين فيه والحاجه اللي خايب فيه هو البياس ديالو ما كاينش بحال او كنت الفيس بلاتيني موجود بياس رخيص غالي البياس هادي راه بوحدها راه تلقاها دايره الثمن لا خسرات لك ما كتلقاهاش وصعيب في التصياب بالنسبه لخسرات لك شي حاجه في هذا الشيء ماشي ساهله تصيبها حيت هذا فيه بلوس ديال البياس تقدر تبدل الكوندونساتور تقدر تبدل فيس بلاش هنا او كونطري الالكترونيك كيخصك لا تحرقات لك شي حاجه كتبدل كل شيء وصعيب اللي غيريباري لك وصعيب باش تلقى بياس دو سونج ديال هذا الشيء اللي كاين واحد المعلومه مهمه ما كنش غنساها بالنسبة للفيس بلاتيني الريكلاج ولا الكالاج راك يحتاج دير ليه كالاج ديال دي الفيس بلاتيني دو هو قلت لكم في الفلوق الجاي غنهضر عليه وبالنسبة للالكترونيك راه مكيحتاج لا كالاج لا والو ها كتجي كتركب داكشي ان آه مارش دونك كنتمنى نكون شرحت لكم كلشي في هذا الفلوق بما يخص الفيس بلاتيني ولا الكترونيك أه كاينين دي فيديو اخرين ادوكاتيف كنهضر فيهم كان على الزيت كنهضر على لا ترونسميسيون مره مره كندير شي فيديو بحال هذا اللي كنشرح فيه ولا كنديكور شي كيفيه فيه لي ديتاي ديال كل حاجه ان شاء الله الفلوك الجاي غنوريكم كيفاش كتقادوا الفيس بلاتيني وريجلاج وشنو كتحتاجك ستار وكاستيغا ما تنساش دير شي لايك ابوني سبسكرايب بارطاجي مع الدراري صحابك و كلشي كاين